صباح الخير خواتاتي، اليوم ندير لكم قطفه جزائريه تجي هايله. شوفوا كيفاش فيها مكونات سهله وتجي هايله. شوفوا فيها كميه من الدجاج، وهي الحقيقه باللحم، واللي ما عندوش لحم يعوضها بالدجاج. فيها حبات زروديه وحبات بطاطا، فيها طوماطيش رابي هاهي تحب، فيها البصل والسر تاع الثوم لازم تكون كميه متوفره، فيها كميه من الحميصه، فيها طوماطيش كونسونطري اللي هي طوماطيش معلبه، والبنه تاعها مع التالي نديروا لها فلفل حار. نبداو على بركه الله ونوريو. نبداو نديروا البصل كميه معتبره من القصفر، هي القصفره هكذا، نديرها قليلا من العكري هي البابريكا، نديرها شوية زنجبيل، شوية خرقوم، راه مفيد للصحة، وقليلا من الملح والحميصة والخضر. هادو من بعد نرقيوهم هكذا، نحطوهم والطوماطيش يحيناها نص حبة كبيرة ونخليو هكا. دوكا شو خواتاتي هكا، ونغلقو عليها، ومن بعد باه هادي من بعد كي في الطياب نزيدو لها طوماطيش اون بواط، من بعد الفيرميسيل هادي اللي هي مقطفة. المشرق ما على باليش واش يعيطوا لها. دوكا نغلق على الشوربه ومن بعد نوري لكم واش نكمل. شوفوا خواتاتي، شوفوا راهي طيب لنا. شوفوا وانا نحينا من هذيك البطاطا والزوديه ورحيناها هكا هكذا كسيناها. زيدوها بكا نعاود نردوها، نزيدوها نزيدو زوج معلقات هكذا كبار تاع طماطم هكذا، ونخليوها تغلي. كي تغلي نرميو لها الفيرميسيل تاعنا. في وسط الجزائري في يعيطوا لها المقطفه، وكل النواحي والمشرق والله ما على بالي واش يعيطوا لها. المهم نرميو لها هذه المقطفه. كي تغلي لنا تشوفوا الشوربه غليت نرميو لها المقطفه، ومن بعد نوري لكم. شوفوا خواتاتي دوكا خليناها هكذا، كي ولات تغلي نرميو لها هذيك المقطفه. نغلقوا عليها ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. خليوها حتى تتقيل، تلقى هذيك الفيرميسيل ونوريها لكم في صحن التقديم. شوفوا كيف جاتنا، جاتنا شوربه تاع المقطفه. شوفوا الله الله بكري نحار تشهي، ونشبحوها بشويه قزبر. هي القزبره كما اخواتنا المشارقه يقولوا لها. شوفوا هكذا شبحوها، وبصحتكم خواتاتي وبصحتي، وما تنساونيش جربوها وقولي لي الراي تاعكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا البصمه، وبقاو على خير.